السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة إلى جميع المغاربة بصفة عامة. شركة باب الله الشركة المواطنة على أوبة الاستعداد لمساعدة وزارة الصحة، وهي الآن تتواجد أمام المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس. نطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا ويوفق المغاربة للقضاء على هذا الوباء القاتل، هذا الوباء الغير الظاهر. والآن الإخوان السائقين المهنيين كذلك تهم على هبة الاستعداد من أجل مساندة الدولة المغربية ومساندة وزارة الصحة في هذا الوباء الخطير المسلط على العالم بإسره. والآن كنتسناو الأطر الطبية باش يدخلوا الحافلات يعقموها، ومن بعد تولي الانطلاقة ديال العمل مع الأطر الطبية في تنقلاتهم في العمل وتنقلاتهم إلى مكان مبيتهم أو مكوتهم. ونحن دائما في خدمة الوطن وفي خدمة الصالح العام، وشعارنا الأبدي والدائم هو الله الوطن الملك. السلام عليكم.